إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشرة من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، يعني أفضل صلاة فجر تصليها طول السنة، وأفضل جلسات ضحى تجلسها طول السنة، وأفضل تلاوة قرآن وذكر لله تذكره طول السنة، وأفضل صيام نافلة تصومه طول السنة. فيها يمكنك تثقيل ميزانك. عشرة ذي الحجة أيام ولا كنوز الدنيا تعوض ساعة واحدة فيها. أيامها لا تحسب بالساعة ولا بالليلة ولا باليوم، ولكن بالدقيقة بل بالثانية والنفس. استعد واشحن قلبك، فإذا دخلت العشر فانطلق. صيام، قيام، قرآن، ذكر، بر والدين، صلة رحم، صدقة، واجعلوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نصيبك في هذه الأيام. واجعل همك إيقاظ قضية عشر ذي الحجة عند الناس أيضا. انوي إرشاد الناس للخير. أنت مسلم، إذن أنت داعية. أرشد أهل بيتك وأصحابك وجيرانك، وانشر قضية العشر في الدنيا كلها، فمن سيعبد الله بسببك ستأخذ ثوابا مثل ثوابه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله عدد علمك. اعبد الله في العشر المباركات.